في قناة وي، معاكم سما. هنستعرض مع بعض النهاردة لعبة رعب اسمها Identity V. اللعبة ديت الجرافيك بتاعها يا جماعة خرافي، هتعجبكم جدا. يلا نبتدي مع بعض. على فكرة اللعبة دي مجانية. اولها كده تكسير ازاز وحاجة كده جامدة بصراحة. اللعبة ديت ممكن نلعب بطريقتين. الطريقة الاولى ان احنا نبقى من ضمن فريق، يعني اللي هي الناس العادية اللي اتحبست جوا الجزيرة دي. هما طبعا صحيوا او تاهوا، لقوا نفسهم في الجزيرة دي. هما بيبقوا اربعة. الاربعة دول في اربع محركات او حاجات كده لازم تتصلح علشان البوابة نقدر نفتحها بالكود، وبعد كده بنخرج من الباب ده يبقى خلاص بنبقى من الفريق الناجي. انما لو الوحش مسكنا وحطينا على الكرسي خلاص. وعلى فكرة الوحش ده نفسه بيبقى شخص زينا زيه، اللعبة اونلاين، وهو اللي بيبقى بيلعب قدامنا. يلا بينا نشوف مع بعض. تمام، احنا كده في سيزون 10. تمام، ندخل مع بعض دلوقتي نشوف فريق السيرفايفور. اهو زي ما انتوا شايفين انا قاعدة اهو، بس طبعا اختار كاركتر بنت. ثواني، من هنا سويتش، جيب البنوتة دي، والبنوتة دي برضو اللي هي دي اللي بقيت ولد برضو معانا في الفريق، وديت ودوت، كلنا كده بقينا فريق واحد وكلنا اونلاين. وفي معانا وحشة برضو، فاحنا ندوس ريدي نشوف الجيم بلاي مع بعض. اللعبة دي يا جماعة كانت في الأول على البلاي ستيشن، بعد كده عملوها للأندرويد والآي أو إس. حاجة خرافية طبعا. كده دخلنا الجيم بلاي مع بعض. على فكرة أسلوب التحرك فيها سهل جدا، عادي مفيش أي مشكلة. شايفين في حاجة شبه الاريال قدامنا فوق بتنور، هي دي الجهاز اللي المفروض نصلحه قبل ما طبعا الوحش يشوفنا. واللعبة كده انا مشغلاها على HDR، الجرافيك بتاعها واقعي جدا. لازم كل لما العلامة دي تظهر نعلم ندوس عليها لما يجي عند الخط اللي هم حاطينه الصغير علشان ما نتجيش من الاول. هو فين بقى الوحش؟ هو لغاية دلوقتي بعيد عننا، انما لو قرب قلب الشخصية، القلب بتاع الكاركتر هيظهر قدامنا بينور. لسه بعيد، نشتغل براحتنا احنا. تمام، خلصنا اول جهاز. تاني جهاز قدامنا بعيد اهو، اريال بتنور برضو من فوق عشان يحدد لنا مكانه. واهو صاحبنا برضو شغال فيه. حلو اهو، بدأ القلب ينور ويدق جامد كده. الوحش قريب، ايوه الوحش اهو. نجري، نحاول نهرب منه عشان لو مسكنا هيموتنا. خلاص هو كده بعد عننا، كده بدأنا نقرب منه تاني. اهو الوحش اهو، شايفينه
لو مسكنا يحطنا على الكرسي والكرسي هيطير بينا، او ممكن حد يساعدنا بس قبل الوقت ما يخلص. هو الوحش واقف اهو، معرفش واقف ليه، هو المفروض يمسكنا، بيضرب علينا كور تلج يا جماعة، شايفينه؟ حبتنا عمالة تضرب فيه، هو تقريبا الوحش فاصل النت ولا ايه؟ المفروض يمسكنا اصلا. خلاص احنا نروح نكمل احنا الاجهزة علشان نخرج من الجزيرة دي. الوحش رجع تاني يا جماعة، تقريبا كان فاصل. شايفين الكرسي ده؟ هو الوحش لما بيمسكنا بيحطنا عليه وبيربطنا كده في الحبل دوت اللي انتوا شايفينه، وبعد وقت معين لو مفيش حد من الفريق انقذنا خلاص بنطير بقى. كده فاضل تاني، فاضل أجهزة تانية. الوحش قريب مننا جدا، أو فعلا على اليمين اهو، اهو خلاص بقيت الفريق بتاعي يخلص الأجهزة. أنا عملت جهاز وساعدت زميلي في جهاز وهم خلصوا بقية الاتنين. عاوزين دلوقتي نفتح البوابة بقى. المشكلة إن الوحش واقف عند البوابة اللي هناك. رجع تاني، هو كده مش شايفنا. ايوه مش شايفنا، نحط الكود. الوحش قرب، نجري. عمال يلف حوالين نفسه. هو كده بعيد عن البوابة، ممكن احنا نرجع لها تاني. هو بيبقى فيه كذا بوابة على فكرة، بس البوابة اللي فاتت خلاص ضاعت مننا، فنفضل ماسيين كده على الحرف لغاية ما نلاقي البوابة التانية. اهي البوابة، نخرج. خلاص كده احنا فزنا بالجيم وهربنا من الوحش. نجرب بقى مع بعض جيم بلاي تاني، بس نكون احنا بقى الوحش.
ما نكونش احنا الناس اللي بتهرب من الوحش. اهو شايفين على وضعنا، يعني مالين مركزنا قوي. المفروض ان احنا بقى نمسك كل اللي المفروض عاوزين يبقوا ناجين دول اللي هم السيرفايفر. يلا ريدي. اللي بيحب يبقى مسالم ممكن يلعب العادية اللي هي من ضمن فريق الأربعة، واللي بيحب يبقى شرير كده وشايف نفسه شرير في نفسه خلاص يدخل ان هو يبقى الوحش. بس على فكرة الوحش اللي كان في الجيم اللي فات كان عبيط جدا. احنا دلوقتي ناس شريرة والمفروض نمسك الفريق كله اللي قدامنا الأربعة، والأجهزة هي قدامنا اللي هيروح عليها علشان يصلحوها، فإحنا بقى إيه نروح لهم عندها. الغراب ده على فكرة معانا، يعني المفروض لو جه حد عنده هيعمل لنا صوت. ممكن ندوس على علامة الودن ديت إحنا نعرف أماكن الناس فين. هما تقريبا بعيد شوية، الجهاز ده ما عندوش حد. نشوف الأجهزة التانية. أهو في واحد أهو قدامنا. اهو تعالى تعالى تعالى. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين انت؟ ضربني ناصح. لا ناصح اهو قدامنا. ننط الناحية التانية، نروح احنا من هنا اهو. في واحد هنا ادينا له ضرب، ادينا لها ضربة. دي بنوتة، هو بيدي كل ضربة وضربة بياخد وقت كده او مدة. راحت فين بقى؟ نشغل الودن ديت نعرف مكانها. في اهو حد هناك. اوكي نروح له عند الجهاز دوت. الولد تقريبا اللي هرب مننا، بس في بنوتة واخدة مننا ضربة، يعني اوريدي في الضربة التانية هنقدر ان احنا نقعدها على الكرسي. مش هنا، ممكن يكون عند الجهاز ده ولا عند الجهاز ده ولا ده. طيب نفتح الودن عشان نحاول نسمع خطواته. ندور احسن لان مش جايلنا خطواتهم خالص مع الودن اللي هي ان احنا نسمعها. في حد هنا، جري من هنا. اهو اهو اهو. سريع جدا الولد ده قوي، وعاوز يعمل لنا فخ زي الفخ اللي فات ان هو يضربنا بالخشب ده. نجيله من هنا احنا برضو مستخبي. جري تاني، بس ادينا له ضربة. هو هنا
يكون هنا عند الجهاز ده. اه فعلا في حد هنا عند الجهاز ده. بيجروا مننا بسرعة جدا، والوحش دوت لطيف بس ادينا لها برضو ضربة. عاش، مشيت في الاتجاه دوت. نروح لها، مشي كده اهو الولد. بيعدوا مننا الاتجاه التاني وبيحاولوا يهربوا مننا، بس احنا نجيب دي اللي ما عندهاش طاقة سحر. المشكلة ان هما كمان بيعالجوا بعض. اه ده كان خيال، ما كانش حقيقي. اجري بقى، اجري اجري بسرعة. واحد فين؟ انا سامعاها بس مش شايفاها. في حد عند الجهاز هنا اهو. اديني الضربة. ده شغال عمال يحط لنا فخوخ اهو، رايح عند الجهاز تاني بيحب يسيح. وعلى فكرة مع ده انت ده مش اهي، للأسف ما لحقناش. اهو الشوية دول جننوني جدا، هم عمالين يختفوا في البتاع ديت، في الدايرة ديت. عايزين يروحوا عند الباب هنا او الباب التاني، وهم غالبا هيجروا على الباب التاني. نحاول نروح لهم بسرعة عند الباب التاني. مشكلة ان الوحش بطيء جدا، في وحوش تانية بتبقى سريعة. فعلا بيحط الكود بتاع الباب. اهم معرفتش الحقها. برضو عملت سحر تاني من اللي بتعمله. طب خلاص نجري ورا التانية، بس هي هترجع عشان تحط الكود على فكرة. ايوه هي فعلا اهي، وانا مش ههنيها. خدت ضربة بس قدرت فعلا تهرب، واحنا كده ما جبناش ولا حد. في ناس عند الباب التاني هنا بيحاولوا برضو يهربوا.
خلاص قدرنا بقى نضرب دي ضربة بس ما وقعناهاش. وهي غالبا هتهرب. وحظها كان سيء لان هي خلاص كان فاضل لها خطوة بس وتروح عند الباب، خطوة واحدة بس. احنا قدرنا نديلها الضربة التانية، مسكناها زي ما انتوا شايفين كده زلمها. واحدة خرجت من التيم ولسه في اتنين في الجزيرة، بس احنا مسكنا ديت. زميلها جاي عايز يصحيها فممكن نجري وراه، هو هيقدر يفكها. فعلا فكها بس احنا ضربناها تاني. هما مش عاوزين يخرجوا من غيرها، هما عمالين يساعدوها مش عايزين يخرجوا من غيرها. اهو فعلا قتلنا واحدة من التيم. تحس صوتي مبسوط كده، تحس ان انا شرانية او في الموضوع ده. لسه في اتنين مش عارفين يخرجوا، اهو بيعمل لنا علامة عليهم. كده في اتنين خرجوا، واحد بس لسه جوه الجزيرة. الجزيرة دي بتاعتي المهم. اهو هنا المفروض ان هي خرجت خلاص من الباب يعني نجت، بس معرفش كانت واقفة هنا ليه. بس احنا قتلنا واحدة، حلو مش وحش كده. نكون خلصنا استعراضنا للعبة دي. لو عجبتكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي عجبتكم ولا لا في الكومنتات، ويا ريت تدعموني علشان اقدر اجيب لكم لعب اكتر مجانية. استنوني في حلقة جديدة من وي.